حقيقة أنا متابعين دائما المعارض الكتاب، كل ما يفتح معرض نجي نلقي نظرة على الكتب الجديدة ويعني متابعين. والله حقيقة هذا كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الكتاب مختصر في زكاة العقار. تعرف الآن العقار وهذا يحتاجون الناس كثيرين يجهلون يعني أحكام كثيرة في زكاة العقار، فالشيخ ما شاء الله من الناس المطلعين يعني في الموضوع هذا. التركيز على الكتب المفيدة، يعني ما شاء الله زي ما أنت شايف الآن الكتب أشكال وألوان، وفي كتب مفيدة جدا، فالواحد يعني يلتقطها، يعني يحتاج الواحد يطول كم مرة يجي في المعرض زيارة وزيارة زيارة عشان يقدر يلم على قلب شوية من هالشيء. لابد يكون عنده أهداف معينة، يأتي المعرض وعنده أهداف، لو حتى يكتب الأهداف يكون أفضل، الكتب اللي يبحث عنها، المؤلفين اللي يبحث عنهم، عشان لا يتشتت يعني عند دخول للمعرض. زرت المعرض كأي أستاذ جامعي يهم مثل هذه التظاهرة الثقافية، حضور إلى المعارض لمتابعة الجديد، تزويد مكتبته بما يحتاج إليه في محاضراته وأبحاثه وما إلى ذلك. والله الجناح مميز حقيقة، وفيه إنتاجات ممتازة، وخصوصا إنتاجات الشيخ محمد المنجد، تفسير الزهراوين وكيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا هناك يعني ترجمات لبعض هذه الكتب إلى لغات أخرى كما علمت من المشرفين على الجناح، وهذا جهد يشكر عليه الشيخ وتشكر عليه المؤسسة عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم وأن يعينهم ويوفقهم ويثيبهم على ما يقدمون. والله لا شك أنها يعني تظاهرة جميلة وجيدة، لكن تحتاج إلى ترشيد، لأن زوار المعارض شرائح متعددة، والشباب يحتاجون حتى في دخولهم للمعرض، خاصة لمن ليس له خبرة في الكتب واقتنائها ومعرفتها، أن يكون بصحبة بعض من لديه خبرة في الكتب وشرائها واقتنائها وله معرفة باهتمامات الشباب، ويصحب مثل هؤلاء فيدلونه على المفيد النافع. وهناك رأيت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع قوائم كنصائح لبعض الشباب في أخذ بعض الكتب التي تفيدهم في مثل هذا السن، لأن إذا دخل الإنسان خاصة في السن الصغير وهو لا يعرف ماذا يأخذ، فإنه سيكون مثل حاطب الليل، يجمع من هنا ومن هنا، وكثير من هذه الكتب بالتجارب لا يستفيد منها، وقد تمكث سنين طويلة في الرفوف لا يقرأها، وربما بعضها لو قرأها أضرته ولم تنفعه، فيحتاج أن يكون لديه مرشد. وأما المستويات العالية مثل طلبة الدراسات العليا والأساتذة الجامعيين وطلبة العلم بشكل عام، فهؤلاء عندهم يعني قدر كافي من معرفة واختيار ما يحتاجونه من هذه المعارض. لا طبعا هي فئة معينة وهي تختلف من كتاب لكتاب، فإن عنيت بالكتاب الوضعية المنطقية فهي أبحاث فلسفية تخاطب النخب، حقيقة النخب الثقافية المهتمة بالفلسفة عموما. وأما كتاب ابن تيمية فهو محاولة قراءة من الداخل لابن تيمية، والخطاب موجه لمؤيدي ابن تيمية ولخصوم ابن تيمية، محاولة تفسير مواقف ابن تيمية. وأما الكتاب الآخر وهو عقلانة الأسطورة فهو بحث منهجي يهدف إلى محاولة إبراز نقطة التناقض المنهجي التي زرعت في باطن وأحشاء الفكر الشيعي. نعم، من حيث عقلنة الأساطير، محاولة إلباس أساطيرهم لباسا عقليا، وهذه المحاولة قام بها بعض مراجعهم وعلى رأسهم محمد باقر الصدر. وفي آخر الكتاب مناقشة منهجية لمحمد باقر الصدر في تسويغه لعقيدة الغيبة. طبعا شدني عنوان كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه القضية نحن محتاجون إليها أشد الاحتياج. يعني هذه مراجع ليست فقط مراجع دينية، مراجع اجتماعية ودينية وفلسفية، لا سيما في خضم هذا الزمن الذي كثير من المجتمعات الإسلامية بدأت تتمزق من الداخل. كيف وهو النبي عليه الصلاة والسلام في موطنه، في موطن القيادة، كيف عامل المجتمع بأطيافه؟ وهذا هذا السؤال جدا مهم وجوهري ويحتاج إلى إجابة
كبيرة جدا وبحوث كذلك حول هذا السؤال. مما لا شك فيه إحدى معايير النهضة في المجتمعات وفي الأمم هي القراءة وهو العلم، وكل دولة كل حضارة إذا أراد أن تفاخر حضاريا تفاخر الأخرى حضاريا فلابد أن تفاخر بثلاثة قضايا: النظام التعليمي وفيه وعلى رأسه قضية القراءة والتأسيس الثقافي، والنظام القضائي والنظام السياسي. هذه ثلاثة أنظمة مهمة جدا في أو هي معايير في الحقيقة تقاس بها مدى قوة الحضارة من ضعفها. جاسر عبد الله البقمي. والله معرض أحب أماكن الكتب والعلم النافع، خير وزاد صراحة الكتب. جميل. نعم والله ما شاء الله تبارك الله، ليس الجناح فقط، أنا أتابع القناة أيضا وأتابع قناتها في اليوتيوب مقاطع الفيديو. بالنسبة للجناح شدني الكتب الجيدة والقيمة مثل كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم وكتاب كيف تقرأ كتابا، هذه أكثر كتابين شدوني. والله إن شاء الله سأختم الكتاب، كتاب اسمه كيف تقرأ كتابا. نعم طبعا يعلمني طريقة كيف القراءة، الأوقات الطيبة وغيرها أشياء كثيرة. والله أنصحهم بزيارة مجموعة زاد ورؤية ما عنده من كتب قيمة نافعة. أشكرهم صراحة. أبحث عن كتب جديدة يمكن الاستفادة منها. والله أنا يعني معجب أداء الشيخ محمد المنجد، نعم، ولذلك حريصا أقتني أي شيء أصدر من قبل. وصلت على 40 نصيحة لإصلاح البيوت، وأتمنى الحصول على الكتاب الثاني اللي هو مفسدات القلوب. والله الرسالة أنه لابد من اقتناء الكتب والقراءة باستمرار لأهميتها في حياة الفرد، نعم، والحرص على الكتب الجديدة التي تصدر، العلماء الموثوقين. سبب زيارة المعرض أن شراء بعض الكتب، زيارة دور النشر اللي تجي من خارج السعودية، الحرص على بعض الكتب اللي ما لقيتها في المكتبات، وكذلك الجديد من الكتب خاصة القريبة من التخصص وجديد الإصدارات في بعض الدول. والله المعرض أنا لأول مرة أزور معرض في أوله، وكانت يعني من أجمل الزيارات لأني جيت في يوم الافتتاح وكان الكتب باقي متوفرة، وحصلنا بعض الإصدارات اللي ما نجدها أو نجي بعضها في آخر المعارض يقولون انتهت هذه الكتب، فالحمد لله حصلنا يعني بعض الكتب اللي يعني قد تجي تسأل بعض بعد أيام تجد أنها نفدت. ومن الأجنحة اللي لافتة للنظر جميلة جناح زاد، في يعني إصدارات الشيخ المجد حفظه الله، وهي من الدور الحاضرة في المعرض يعني كثرة إصدارات والترجمة الكتب، وكذلك يعني ترجمة الكتب، وهذا من حفظ العلم اللي رأيته في هذا الجناح. أن الشيخ المجد يعني حفظه الله لا يكتفي بطرح الدروس أن تكون صوتية وتنتشر، بل حتى هذه الكتب يعني يحرص على طباعتها، هذا أدعى لنشرها وبقائها وحفظها وكثرة طباعتها والاستفادة منها بشكل أوسع. فمن لم يتسل القراءة يصله، من لم يتمسر سماع هذه المواد الصوتية قد يجدها مكتوبة ومطبوعة بحلة جميلة ومرتبة، وحتى طباعة الجناح يظهر فيها جودة الإخراج وجودة الطباعة والتجليد. أقول من أحسن ما تستثمر بهذا المعارض هو الحرص على التزود من الكتب، خاصة الموافقة لاهتمامات الشخص. وكذلك يعني من الأشياء الجميلة في المعارض أن تقابل بعض الزملاء، بعض المشايخ، بعض المؤلفين اللي قد لا يتسلك قوانين ولا في مثل هذا المحلات. والله من أفضل النصائح أن الواحد يختار الوقت المناسب للزيارة حتى يتهيأ له
التفرغ لأي جناح يزوره، تصفح العناوين، أخذ قدر كافي في الدار بدون يعني كثرة زوار. هذه أفضل ما يكون يعني من النصائح. والأمر الثاني يعني أن يكون يعني الاختيار الكتب بعد تصفح لها، معرفة المؤلف، وتكون يعني هذه الكتب يعني خالية من أي شيء يكون فيه شيء يعني يكون فيه أثر عليه سلبي. طبعا في المعرض التنوع ما شاء الله، المعرض متنوع يعني مخدوم بشكل جيد، سهولة الوصول الى الدور، دور النشر طبعا ما شاء الله على اعلى مستوى يعني. اما بالنسبة لجناح زاد يعني ما شاء الله، يعني لاحظت في الجناح ان في تركيز اكتر على يعني مسألة القلوب. اعتقد ان موجة الالحاد المنتشرة للأسف في العالم العربي والاسلامي بتدخل من زاويتين، زاوية الشبهات وزاوية الشهوات. التركيز على عمل القلوب شوية قليل حتى في المعارض، يعني الجانب الفكري في الفترة الاخيرة يعني اخذ مساحة كبيرة. فشدني في جناح زاد ما شاء الله ان في تركيز على اعمال القلوب وعلى تزكية النفس بشكل عام، وده شيء مطلوب دلوقتي، لأن مواجهة الإلحاد بالرد على الشبهات فقط يعني أعتقد أن هي مواجهة قاصرة، ولازم تنمية الجانب التزكية في داخل النفس المسلمة. زي ما قلت هو في شقين، الشق الأول أن طبعا اطلاع كل من له يعني تجربة على إعلامية سواء على اليوتيوب أو في القنوات الفضائية لازم يطلع ويكون دائم الاطلاع على المصنفات الجديدة والمؤلفات الجديدة. طبعا الشق الثاني هو مسألة تحريض وتشجيع الشباب على القراءة، لأن زي ما قلنا الشبهات لازم عشان تقع في النفس تجد زي ما يقول خواء أو فراغ. فإذا يعني حرضنا الشباب على أنهم يقرأوا ويستفيدوا من هذه المعارض، أعتقد أن صد الهجمة هيكون أسهل كتير سواء على مستوى العوام أو مستوى المتخصصين. نصيحتي هي عموما لكل المناسبات زي معرض جدة، استغل الفرصة، حاول تركز على الجانب اللي انت متخصص فيه، يعني تركز على الكتب عشان الوقت غالبا هيسرقك، يعني الوقت بيبقى ضيق جدا انك انت تقدر تشوف كل حاجة. فركز في التخصص بتاعك، في الجانب اللي انت مهتم بيه، الجانب اللي انت بتحبه لو انت مش متخصص، وحاول تستغل الوقت في انك تحصل على اكبر قدر من الكتب ينفعك فعلا وتقرأه فعلا، مش يتحول الى يعني شيء ثابت داخل مكتبتك. زيارة المعرض أول شيء حبيت أطلع على الكتب الجديدة اللي نزلت سواء للشيخ أو غير الشيخ، عامة الكتب الشيخ محمد المنجد، نأخذ كتب الشيخ المنجد وكذلك كتب الشيخ سلمان العود والشيخ عبد الوهاب الطريري، وكذلك نطلع على جديد الكتب والأشياء الحديثة اللي نزلت. وأنا سكان جدة، يعني هذا حدث في جدة بارز وتاريخ يعني السنة مرة. والله لفت انتباهي ونظري أول شيء ما شاء الله يعني مرتب الركن وجميل، وكتب الشيخ بحد ذاتها يعني جذابة، والشيخ ما شاء الله متميز في من ناحية الإلكترونية ومهتم بهذا الجانب، فإحنا في أي حاجة نرجع له في كثير من الأشياء يعني. وكثير من الشباب يرجعوا لكتب الشيخ ومواقع الشيخ وإن كان يعني إذا ما عنده خلفية ولا شيء، لا كثير من الناس يرجعوا لكتب الشيخ ومواقعه، يبدو عندهم إحصائيات، لكن الناس يرجعوا للشيخ وهو قائم على جهود يعني كبيرة جدا. أسأل الله أن يوفقه واجعلها إن شاء الله في ميزان حسناته. وكثير من العلماء نفس الشيء اللي اهتموا بالجانب وجوانب الشباب اللي اهتموا بها والإلكترونية، لأن الواحد إذا جب يبقى فتوى ولا شيء على طول يتجه لهذه المواقع الاجتماعية والمواقع الموثوقة للمشايخ. والله أنا بحد انصحني يا شيخ الله يكرمك ورعاك، وأنا والله أنصح كل من حول المعرض إذا كان من أهل جدة يحتاج يجي ويعني يأخذ لفة، واللي يبي يأخذ كتب يأخذ كتب، واللي ما يبي يعني يطلع ما في إشكال، وشيء طيب يعني. الحقيقة شدني أشياء كثيرة جدا يعني، اطلعت على مجموعة المؤلفات التي أصدرها الشيخ محمد المنجد حفظه الله في التفسير، وطوبى للشام، وأيضا حديثه الرائع عن أعمال القلوب، أيضا أثلج صدري الإحصائية الجميلة الكبيرة الرائعة لزيارة موقع الإسلام سؤال وجواب التي بلغت تقريبا 96 مليون زائر سنويا، أيضا هناك 76 ألف مادة نشرت على منصة تعليم زاد الإلكترونية،
هذا رائع وهذا فخر للمسلمين، ونسأل الله أن يوفق ويسدد ويعين من يقوم على هذا العمل الرائع الذي يعتبر مفخرة لكل مسلم. هي طبعا تخدم طلبة العلم، بالإضافة إلى أنها تصبع المادة التعليمية التي تسبح عبر الفضاء، وهذا يعني أن الإنسان الذي لا يصله العالم، لا يصله الدرس العلمي، يستطيع باختصار وبسهولة وببساطة أن يتعلم العلم الشرعي عن طريق هذا البث الإلكتروني أو الفضائي. طبعا هناك تلاميذ لكم أتوقع في أندونيسيا، في أمريكا، في روسيا، في كل مكان، وهذا يعني أن رسالة العلم ستصل إلى جميع أصقاع المعمورة. هذه نعمة، وهذا أيضا يساعد ويؤدي ويقود طلبة العلم بالتعاون والتشارك والتناغم مع هذه المجموعة الرائعة الجميلة، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. المعارض أنا تقريبا من الزوار لها سنويا، تقريبا لي 7 سنوات لا أفوت معرض، وأجد أن الزوار يكثرون وفي كل مرة يزداد الزائر عن السنة الذي قبل. هذا يعني أن دخولنا في هذا المعارض وبث ما عندنا من مادة مفيدة نافعة في ظل كثير من المواد المسيئة أو غير النقية، هذا معناه أن نقدم رسالة رائعة. ولذلك أنا أؤيد مشاركة مجموعة زاد ومثيلاتها من القنوات والمجموعات والمؤسسات الخيرية النافعة أن تبذل قصارى جهدها في عرض ما لديها. صلى الله لكم التوفيق والسداد.